عايز يبقى 5 كي، عايز يبقى 2 ميجا، هتاد بايت زي ما تحب، حط له اي عدد من البايتس هنا عشان يبقى الكلام ده كده منطقي قدامنا. تعالوا نعمل حاجه عشان بس يبقى ايه الحاجه بتشوفها قدام عينينا من الاول. معلش ادي احنا كنا هنا اخذنا برنامج تعمل ايه اللي هو تحصيل، معلش لا ما خدناش لسه، معلش عشان عمل مشكله، خدنا كي ثانيه واحده حاجه بقولكم ال سي 5 جميل. انا هخليها ديسكتوب بس عشان ايه يبقى سهل الوصول ليه، وهرجع تاني على ده والوكيت من الاول. براوز ديسكتوب او ال سي 5 اوبن خلاص. حجم ده كام كده نقف عليه؟ حجمه 5.43 ايه ميجا. طب انا عايز بقى اد بايتس، ده كده 1000 بايت 1 كي. طيب انا عايز بقى يبقى خليها نقول ايه مليون، مليون عشان تبان بس معانا حاجه سيجنيفيكانت، تبقى 1 ميجا اد بايت. خلاص بيعمل ايه دلوقتي؟ بيغير الفايل سايز. بعض الناس اللي عندها اويرنس هيجي يقولوا ايه، طب ما هو الانتي فايروس بيدور على سيجنتشر، فلو الفايل حجمه كبر بس السيجنتشر موجوده هيقدر ان هو ايه يلاقيها، وانا موافق مش مختلفين. بس نكمل كلامنا، معلش يا 1 ميجا شويه كبيره انه بيفتح الفايل والانسيرت ويرجع تاني كلوز كده لحظات كده ويخلص. عقبال ما ده يخلص برده كده ايه نستفيد بالوقت نعمل اي حاجه تاني. بمناسبه الفيزيكال سكيورتي، عارفين ايه دي؟ هو يو اس بي تمام بردوش كويس قوي. عارفين دي بكام؟ ب 10 جنيه. 10 جنيه كويس، 10 جنيه لا 5 جنيه لا. طيب ايه انا جايب دي ليه؟ عارفين دي كام متر؟ بيقولوا 100. طب 10 على 30؟ 30 في كده وفي كده. طب البلوتوث اللي في الموبايل كام متر؟ حسب 10 10 10 دي المعلومه اللي عند غالبيه الناس. خلي بالكم ان القاعه دي المفروض كلها اي تي بروفيشنالز صح؟ دي 100 دي 100 متر 100. طب انا ايه القصه دي؟ اولا بص على القصه حجمها عامل ازاي؟ طيب المشكله فين؟ المشكله حضرتك ان ده مع اي موبايل عليه بلوتوث هتعمل لك ريموت وايرلس دايل اب مودم. فانت لو جهازك 3 جي وعندك بلوتوث وتوصل دي على بعد 100 متر هتقدر تكونكت 3 جي او اتش اس دي بي اي وتقدر تكونكت بسرعه 7.8 ميجا. طب انا عندي فاير وول عليه فلتر عشان احنا فيري سكيور انفايرمنت، فكل الناس تحت المراقبه والناس ماضيه في عقود تعيينها انه عارف انه متراقب، انت جاي تشتغل مش جاي تعمل حاجه ثانيه، والمكان ده مهم جدا، المكان ده جهه امنيه او المكان ده بنك، تمام؟ لو قدرت اركب انا البلوتوث ده وكونكت على جهازي وافصل كابل النتورك بقيت انا واصل على الانترنت بسرعه 7.2 ميجا تمام؟ ريموتلي ببلوتوث. البلوتوث ده هيعدي على الفاير وول، هيعدي على الروت فلتر، هيعدي على اي انسكربشن سوفت وير 10 جنيه. طب نرجع بقى لحاجه تاني، هو انا كيوزر اقدر اعرف بلوتوث؟ يعني لا انا جبت ده اقدر احط السي دي واعرف الدرايفر؟ حسب بقى السوشيال انجينيرنج بقى كيس كده برضه ظريف. حاجه انا الادمنستريت اقول انا جايب موبايل جديد تمام وعايز اسنكرونايز الكونتاكتس وما اشتريتش الكابل بتاعه او معيش الكابل، فعايز بس ايه اركب البلوتوث دي تمام. مش لازم دي، شغال البلوتوث في اللابتوب يا سيدي. اوكي افتح لي بس 10 دقايق اسنكرونايز الكونتاكتس وبعدين اقفلها تاني، لان الرولز بتقفل بلوتوث الشركه. فهيجي لك الادمنستريتور في الشركه اللي فيها بوليسز اللي انت فيها اساسا يوزر، ما تعرفش اي ايه حول ولا قوه، وبعد كده تعمل ايه؟ تكونكت بالموبايل. هل تتوقع ان في ادمنستريتور وهو بينيبل البلوتوث هيدخل على البروباريتيز بتاعت البلوتوث سيتنجز ويديسيبل الريموت دايل اب مودم وينيبل الداتا ترانسفيرنج؟ هل هي ذكاء خارق؟ ابدا، بس الاعتيال سوشيال انجينير. رغم ان الشركه شركه كبيره كويس فيها بوليسز وان انت يوزر وقت سوشيال انجينير. اوكي مش كده انا جبت ليه معايا. طيب ده ايه؟ ايش التليفون ده؟ ايه؟ فيرتك لا يعني كام سنه فاتوا كده كان التليفون في عندنا احنا اللي هي جاك اللي دي اسمه ماجيك، والناس بتتابع معظم العدد الجديده بتبقى منتجه بالار جي 11 بتاعت التليفونات، فالناس بتجيب ده ايه از كمبيوتر تمام. فيزيكال سكيورتي، هل تتخيل ان ده عباره عن جهاز تصنع؟ جهاز تصنع
يا نهار ابيض. طب وكام بقى ده؟ 10 سنين. لا 3 سنين. 3 سنين سنين. طيب الفيزا كانت سكيورتي، يبقى موضوع ان اي حد يجيب اي فيش كهرباء مشترك كهرباء يركبه في لا يعني طب هو ايه عشان يبقى ده اف ام ترانسميتر، اي حد هنا مهندس ترانزستور وكاسيت مقاومه 50 متر وبياخد باور من التليفون لاين، وسام هاو التليفون لاين بيعتبر انتنه. والله دي كانت حوالي 10 جنيه، على فكره انا جايب ده من زمان قوي، كان بيبيعوا محل كده في وسط البلد مشروعات لهواة الطلبه، ان ده مش اختراع ابدا، هو كل الاختراع ان اللي عمله فكر ان احطه جوه العلبه دي. تصدقوا ان حلت لي بعمل برزنتيشن في كورس من الكورسات اللي بعملها، لقيت ده اخوه وجاي لابس بليتر، مهندس بليتر اوقع، ما النهارده الناس مش عايزه دي، الناس عايزه دي بس، فموجوده جاهزه في الحلم. اجيب لك بقى سبريتر، خد بقى حطين من ايه؟ من نفس المنفس، فبقت جوه السبريتر وبقت مثلا ب $50، دي كنت انا جايبها ب 10 جنيه حوالي 12 سنه. طبعا لا كنت اعرف فيزيكال هاكينج ولا هاكينج ولا الكلام ده كله. ماديه في الابل. بس سبحان الله. دي نفس القصه بس ماديه. هي نفس الدايره بس معموله في ماديه. انت هتاخد بالكم الناس اللي لو شايفين كويس، في ليد هنا اهو. اللمبه هنا. برضه اف ام ترانسميتر حوالي من 50 ل 100 متر حسب السايت. وين هي يا معلم؟